بشير بن سعيد، معز حسن، دريس عفاوي. لديفونسور 9 مدافعين، غرام علاء، حدادي أسامة، مرياح ياسين، طالبي منتصر، فاليريا، دراجر محمد، كشريدة وجدي، عابدي علي، وبن والناس مرتضى. 6 في وسط الميدان، عبيد أسامة، بن رمضان محمد علي، بن سليمان أنيس، بالعربي فراس، العيدوني عيسى، ومجبري حنبع. على مستوى الهجوم 7 مهاجمين، عاشوري الياس، شيخاوي هيكل، ضاوي محمد، حمدي العبيدي، جبالي عصام، جويني هيثم، أسامة بوغر. مرحبا بك كوتش، حبيت نسأل عن الإدارة الفنية مع جامعة موسيقى القدم، نعرف اليوم دخل أول من أجل يتحرك في الديريكسيون الفنية معناها، كو سوسوا البرجة مع المقابلات، النهاية تاع البطولة، اللاعبين نشطوا برا، نظام بطولات الشباب، معناها براتيكيون ثلاثة أشهر واقفين وظهور السيد غاية زويدة، معناها حاسين معناها ديريسي معناها، الإدارة الفنية وهي مهمة ياسر. مهمة نقطة نجاوبك على حد صلوحياتي، أهمية الإدارة الفنية حتى ما نشوف فيها، لكن لازم تعرف الإدارة الفنية سي أن كومبارتيمون كامل، ماهيش متوقف على المدير الفني، مهم جدا المدير الفني سي صغير زويتا مشكور قام بعمل كبير جدا، لكن ثم ناس قاعدة إدارة قاعدة تشتغل، ثم دي ديبارتمون هاو سي وحيد موجود معانا ديجا اليوم، ثم عدة كل بارك الله ثلاثة لي ديبارتمون باش نقولوا. ديبارتمون قاعدين يخدموا على التكوين، على الرسكلة، على مستوى برمجة المباريات، الإدارة الفنية قاعدة تشتغل، شغور حصل على مستوى الإدارة الفنية، ينجم يجاوبك عليه المكتب الجامعي ورئيس الجامعة. سي وحيد مش رئيس في لديك مدربين؟ لا لا، موجود معاك. يخدم في ديريكسيون. هذاك نشاط جمعياتي. شكون من الأولاد؟ دوت كيستيون فما شكون عنده سؤال؟ تفضل. ايه سي جلال، اسمح لي حتى نسال باش في تم توظيف اسامه عبيد، حمدي العبيد، اسامه بوكر، يعني لاعبين جدا تحت المنتخب، يعني تصبر عليهم واحده واحده، ربما نعم عليهم نشره نسوائيه الجزائر او اهم يدخلوا المنتخب ويكتشفوا المنتخب. أكيد ثم مراحل باش تندمج في المنتخب فيما يتوقف على قدرة اللاعب، احنا نحكيو اليوم على المستوى العالي، نحكيو على المنتخب التونسي، هذوما لاعبين كمرحلة أولى أثبتوا الكفاءة نتاعهم في الأندية نتاعهم، قاموا بمردود استقرار كبير، على كان نشوف اليوم على الأقل 4 لاعبين، ولو أنه حمدي العبيدي حتى متربص الأخير كان موجود معنا، دونك حمدي العبيدي، هيكل الشيخاوي، أسامة مجرة، أسامة عبيد، هذوما لاعبين استقرار كبير في الأداء تاعهم على مستوى النوادي، ظهروا مؤشرات إيجابية، دونك اليوم من حقهم باش يكونوا موجودين في المنتخب، رينا من الصالح خاصة في الفترة هذه، نعرفوا أن تقريب شهر سبتمبر التربص الجاي باش يكون 3 شهور قبل المشاركة في الكأس الإفريقية، وهذا هو الهدف في القادم تاعنا، دونك باش تكون تقريبا الليستة 95% هي اللي باش تشارك، اللي باش تشارك في سبتمبر هي اللي باش تكون، نتمناو تكون الناس الكل معناتها على ديسبوزيسيون، الناس الكل في افضل حالاتها البدنيه، دونك اليوم يظهر لي عادي جدا اذا كان في فتره كيف من هكا عندنا مباراه وديه، مباراه ضد غينيا الاستوائيه في تصفيات كاس افريقيا اللي احنا ضمننا فيها ترشح، مش معناتها باش نتعاملوا بتراخي والا ماناش كونسونتري على الماتش هذوما، بالعكس المنتخب التونسي عنده من الثقافه اليوم باش يكون تري كونسونتري ويعرف باش يتعامل مع المباريات هذوما، لكن يظهر لي اللاعبين هذوما من حقهم باش ياخذوا فرصه، وان شاء الله كما حكيت اليوم الكره عندهم هما يتاكدوا مستواهم، وهذا اللي احنا نحبوه، كل لاعب يقدم الاداء والمردود الممتاز الا وحقه باش يكون في المنتخب. سي الدار بعد الشيكا. نعم نحن المنتخب تقريبا اشرح مظروف مسبق، لكن المباراه غير مستويه هامه بالنسبه للمنافسه اكثر من احنا شنو العمليه والاكواد اولا، والسؤال الثاني على مباراة الجزائر، شنو نقولوا لها؟ مرة خاصة المباراة كبيرة تجي في وقت صعيب في الوقت هذا. صحيح الوقت حكيت عليه برشا، وقت كومبليكي برشا،
كيف ما حكيت فسرت لي في نهاية موسم، في فترة انتقالات، في كل لاعب عنده ظروف تاعه. احنا حتى الموسم الفارط الوقت هذا كنا في نفس الوضعية، الحمد لله عرفنا كيفاش نتعامل مع الفترة هذه، خلينا اللاعبين مركزين، يمكن زاد الحافز كونه كان ثم كأس عالم زاد عاوننا أكثر. اليوم نفس الجدية نفس الانضباط، المنتخب التونسي اليوم عنده سمعة يدافع عليها، نعرف اللي ما ثماش مباريات ودية بقدر ما هي مباريات تحضيرية، ثم كلاسمون فيفا موجود ان كونسيدراسيون، ثم اللاعبين اللي لازمهم يأكدوا أحقيتهم والمستوى والثقة اللي تعطت لهم باش يكونوا متواجدين. دونك كل الجدية وكل الانضباط في التعامل مع زوج مباريات هذوما، ما عندناش مباراة ودية ومباراة رسمية باش نتعامل معهم كأنهم مباريات رسمية زوج. شكرا. هادي اقف خاطر جاي قدامك. مرحبا يا كوتش حسين بن حسين من مدينة لبنان. حاب نسألك على طه ياسين بالنسبة للاعب اللي كان مصاب من ستاج الأخراني بعد السبب الإصابة، حاب نسألك على ستاج هذايا معناها شنو الأسباب، بس كيما علي معقول حكيت معاه يعني باش يرتاح للسيزون هذايا ولا شنو الأسباب معناها؟ صحيح حكيت معاه كيما غيره تقريبا جل اللاعبين اللي تكلمنا مع بعضنا. ياسين الخنيسي معه في قيمه ثابته، كان متواجد معنا في المونديال، التربص الاخير تعرض لاصابه في اخر لحظه، التربص هذا رغم اللي توا يلي بيرفورمون ياسين امبارح برك يدور لي سجل ونهنيوه الترشح تاع فريق الدعوه، متابعه متواصله، الاتصال متواصل. كيف ما حكيت لك خيرنا باش نعطيو فرصه، شفنا حمدي العبيدي هيثم الجويني كان موجود في الفتره الاخيره، بعض اللاعبين دائما في فتره كيما كيكون مسموح عادي جدا باش الناخب الوطني والا الاطار الفني يشوف حوله الاخرى ويشوف بعض اللاعبين الاخرين، لكن ياسين الخنيسي يبقى دائما في قائمه المنتخب وان شاء الله في التربصات القادمه يكون موجود معنا. شكرا. تفضل ميكرو عندك. مرحبا بك. مرحبا ساعه اخبارك كل شيء. مرحبا بك واحد مبروك خويا تكليف ومرحبا وتحياتنا لخونا وصديقنا عصام ديفالا اللي في المدى الاخرى قصد ربي وغادر مزيف وكل ربي وجهه خير، وانت خويا ان شاء الله شايف البركه والوفق. عايش خويا، عايش بركه توفيق. جاتك ما عملتوش كل حاجه مع المعارف السبيل هو اللي كان دعوه المنتخب، كل واحد كنت عارف هكا حسيتوش هكا هو عنده نسبه بغير محلول بغير تحمس عليك محلول بيعاود المنتخب ولا هذا كان الاول، اما البرشا تولد هذا عنده برشا المنتخب تاعك كيما كنا تعرفنا شفنا لما كانت المسير تاعك ورجع تاعك مرتا هاي بالنسبه للمنتخب عنده قول بسمين مع المنتخب هذوما كل ما تواصلت معاه عطيتهم برشا خاصه الشباب الحاليين وحاضرين معك في الكومسيون ولا تشوفوا في الرجال والاستاجرين. مهم سؤالك معز. بالنسبه لوهاب الخزري ابن المنتخب ويبقى ابواب المنتخب و80 لو انا حكيت عليه في التربص الفارد، دونك ما يستحقش دعوه، هو لاعب اللي نحبوه نقدروه نحترموه برشا على الجانب الانساني والجانب الرياضي، دونك خذا قرار، قرار فردي، قرار هو مسؤول عليه، نحترموا القرار نتاعو، لكن وقت ما غير برشا ضغط نتمنوه باش يكون موجود معنا. وقت اللي هو يرى اللي باش يتراجع عن القرار نتاعو اكيد وهاب الخزري منه باش يكون موجود معنا، لكن كوني حكيت معه في الموضوع هذا لا، نتصلوا بصفه انسانيه معناتها نسالوا عليه نفس الشيء كما اللاعبين الاخرين حتى كيقوم بيرفورمانس باهيه وقت يتعرض لاصابه طمنا عليه، دونك العلاقات موجوده دائما، لكن مساله رجوعه للمنتخب ماهيش مطروحه. بالنسبه للاعبين صحيح هذا الهانديكاب اللي حكيت عليه، لكن الحمد لله اليوم المنتخب التونسي عنده اطار فني قاعد صاير على كل كبيره وصغيره، ثم متابعه كبيره امام اديستانس كوسوا حنبا كوسوا هيثم الجويني كوسوا عده لاعبين في راس العربي في الامارات، دونك هذوما عندنا عده لاعبين اللي فات الشامبيون تاعهم كنا باتصال دائم، كان ثم ان بروغرام دو ترافاي اديستانس وثم ان سويفي كامل كل يوم نعطوهم برنامج العمل ويجينا ان رابور افيك الجي بي اس، دونك عندنا لي دوني كل والحمد لله اللاعبين هذوما حتى ديجا انا ما كملتش التقديم تاعي، التربص نتاعنا صحيح ينطلق يوم 12 لكن فعليا على ارض الواقع بدينا من يوم 6، اللاعبين اللي كانوا بعاد على الكومبيتيسيون كانوا متواجدين توا ديجا احنا في تربص ان ستاج اوفير،
لي جوار كل تم ان بروغرام على كارت ان ترافاي على كارت موجود لكل لاعب حسب برنامجه وحسب المؤهلات والوضعيه البدنيه تاعو وقاعدين نتابعوا فيهم وان شاء الله يكونوا في افضل حالاتهم. شكون هذا؟ سي جديد باش نكمل في نفس السياق سي في الدين خاوي شويه جديد يعني راح احكي لك كيفاش من قبل وتابعنا الحكايه يعني قنوات الاتصال مازالت مفتوحه سكتت جنه واحده وسيم الحديدي يعني فيش حكي معاه باش يرجع نظرنا اللي صار قبل معاه مدافع عن الظهر. ما هو سيف الدين خاوي ثم حتى حكايه اللي موجود هو نفسه سيف الدين خاوي ابن المنتخب لاعب في المنتخب الستاج اللي فات كان كونفوكي معنا تعرض لاصابه بالنسبه لنا احنا نعرفوا ما نحبش نرجع معناتها الحاجات اللي صارت الكل اليوم سيف الدين خاوي كيما الياس الصخيري كيما عده لاعبين فان كونترا خيرنا باش نعطوه فتره يتاقلم مع النادي جديد ان شاء الله ربي يوفقه في كونترا جديد ابواب المنتخب مفتوحه سيف الخاوي يبقى ابن المنتخب. نحكي معاه يعني شو اللي صار؟ ليه على اخر مره كيف فسرت لنا حكيت الضربه وعلاش ما جاش المنتخب وهو هبط التدوينه يعني مازال الكوميونيكاسيون مازال معاه. شوف راهو في المنتخب معناتها ما تعملوش بالتدوينات ولي ريزو سوسيو شنو هو يحكي سيف الخاوي شنو يتكلم هذا احنا ما يعنيناش احنا بالنسبه لنا سيف الدين الخاوي ابن المنتخب لاعب موجود في القائمه الموسعه تاع المنتخب الطرف السفاره توجهنا له الدعوه قال لي انا مصاب احنا دائما نسبقوا حسن نيه اذا ثم امور داخليه تتفضل داخليا لكن بالنسبه لنا في اذهان كعائله تاع المنتخب ما عندناش مشكل اسمه سيف الخاوي، سيف الخاوي لاعب ابن المنتخب وقت يستحق الدعوه ان شاء الله يكون موجود معنا. بيان سور الرونبمون تاعه هو اللي يحكم عليه. حدادي. بالنسبه لاسامه حدادي ظهرني سبقت وحكيت قلت ثم بعض اللاعبين اللي شخصيا نعتبرهم اونتر بارونتيز بوقت الكرة الظلم وحكيت اللي أسامة حدادي في الكوب دي موند كان من أفضل اللاعبين البلو بيرفورمون احنا نتابعوا فيه في الشامبيون تاعو قايم مردود ممتاز من أكثر اللاعبين مشابة عنده دي بيرفورمانس خارقة العادة في البطولة تاعو يظهر لي اليوم حق أسامة حدادي ماهوش جديد على المنتخب التونسي صارت بعض الغيابات اليوم أسامة حدادي خدا مكانه الطبيعي إن شاء الله ربي يوفقه معنا. هل من سؤال قبل أن ننهي على هنا على دويس على تري شكرا شكرا ميرسي.